عودة للتعجيل. طيب مشاهدي السفر الهرة السودانية، هسي في محاولة لأفراد من جهاز الأمني يتدوا علي أنا شو تايم، وحاول إنه يدخلوني، لكن طلعت منهم. هسي هم موجودين قدامكم، أنا شالوا كل الحاجات اللي أنا كنت معي، شالوا السي بي بتاعي وبتاع. كويس، يا هم شايلين ديل، هم ماشيين ديل شايلين السي بي بتاعي وشايلين يتدعوا علي، ضربتهم. وهسه هم يوم هسه جايين يتصلوا لمجموعه منهم، قوه هسه هم جو مجموعه كبيره جدا، حاولوا يدخلوني بالقوه لكن ما نجوا في انه يدخلوني، شالوا السي بي وكل حاجاتي اللي انا كان معي في شنطتي. وهم هسه حاليا هم الان واقفين، شالوا كل الحاجات اللي كان معي، حتى لدرجه ما هي جواز وبطاقاتي وحاجاتي كلها شالوها. وهسه هم ده عربيتهم نمرته 94 صفر 37. دي الناس الجهاز الهسي هم حاولوا يعتدوا علي، وانا ضربتهم وخشيت السفاره، خشيت السفاره الاثيوبيه، ما قدروا يخشوا جوا السفاره، لكن شالوا كل حاجاتي اللي كان معي. انا في شارع 15 في الخرطوم، في شارع 15. يا هم ديل قدامكم ناس الجهاز حاولوا يدخلوا، ناس شايلين السي بي بتاعي في يدينهم، فهمت علي؟ ديل الشباب الماشيين ديل افراد من الجهاز سالوا لي بطاقات، قالوا هم تابعين لجهاز الامن المخابرات، وقال انا لازم امشي معهم. انا رفضت وضربتهم، قلت الشنطه بتاعتي، وهسي هم شالوا. طيب اوريكم اهو ده البوكس بتاعهم ذاته. طيب يا شباب، بعد ما انا ضربتهم دخلت السفاره الاثيوبيه، هم اضطروا انه يتركوني، لكن شنو؟ شالوا السي بي وشالوا حياتي. يا هذا دي عربيتهم. كويس؟ يا هو ده البوكسي بتاعهم، بوكسي اللي جو خدت فيه الحاجات بنمرة 439 السودان 439، وديل النفرين ماشيين بتاع افراد الجهاز، ديل الناس اللي اعتدوا عليها حاليا من شارع 15 وضربوني، وانا ضربتهم واينو ما همشي معكم اي فهم، وضرب بيته مع ده البوكسي يتحرك، وديل هم قدام حاولوا يعتقلوني لكن ما قدروا لاني ضربتهم. كويس؟ عين شيلوها الجواز يودوها في 60 ناحيه، وشالوا مني كل حاجاتي اللي انا معي، فما عندي حل غير انه انا اكثر حاجه الوحيده عملتها رفعت لايف فقط. حتى شالوا السي بي بتاعت التصوير الجبيل كنت عامل به لقاء. اتمنى انه الشباب يكونوا سجلوا النمرة العربيه، انا قلته باستعجال لانه ما مركز شديد. طبعا لما شافوني انا صورتهم اضطروا شنو؟ ما يشوف انا في شارع 15 يا شباب، وده ده مخابر فاروق. طيب يا شباب، انا طبعا بعد ما دخلت السفاره الاثيوبيه انه اضطروا انه يتركوني، وغادروا طوالي لانه كان في احد الاساقير كان قاعد قدام السفاره الاثيوبيه، فاول ما شافهم ما قدروا يدخلوا داخل السفاره، بس غادروا وشالوا كل الحاجات اللي معي وغادروا. طيب يا شباب، طبعا ضربوني برا هنا في الحته دي، ودي الشنطه بتاعتي قطوها، والعسكري ده شاهد للكلام اللي حصل. خلاص ما بصورك، لكن كنت شاهد للكلام ده، كنت شاهد. ده الشنطه ضربتهم وقطعت، لما حاول انه يشيلوا مني الشنطه ضربتهم وشلت منهم الشنطه. ها، وده برضو واحد من الشواهد، وانا هنا في السفاره الاثيوبيه. يا شباب، هنا في السفاره الاثيوبيه هنا في شارع 61، عايز شفت كده جهات كده غير معلومه كده، عايز تنتقل الرفيق شو تايم، وهنا بنفس الكلام ده. الكلام ده من جوه السفاره الاثيوبيه.
والان في جهاز مصلى جوا برا هنا هاي ما في في ناس في ناس جهاز امني جوا وشاروا مني الجهاز والان الشنطه مغطاه وكذا حياتها كلها كذا تين وهيك يا شباب انا الان داخل السفاره الاثيوبيه ده من داخل السفاره الاثيوبيه وافراد الجهاز اللي جو بيعتقلوني انا اتضربت معهم في الباب هنا ولما لما ما قدروا علي دخلت جوا لكن شالوا بتاخدي وشالوا كل الحاجات اللي كان معي في جيبي كلها شالوها ومشوا انا سالين في امارات شهر 15 هسه حاليا انا صورت البوكسي الكار ركبوا فيه وهم مشوا والعسكري قدامكم ده واحد من الشهود ذاته بتاع العيان اللي كان قاعد انا اتضربت قدامه هنا بجي يوم هيشهد على الكلام ده وزلوه هسه قاعد يسمع الكلام ده من هنا الان ده قدام السفاره الاثيوبيه ذاته وقالوا لي بالتحديد قال لي ليه التير قال لي وعلى اساس انهم مش شايلين طبنجات بيهددوا نازلين يضربوا يا غالي يا اخي باختصار شديد افراد من جهاز الامن انا في الباب هنا مسكوني وضربوني ولما حاولت قلت له متمالكم قال انا من الجهاز تمشي معنا قلت له ما بمشي معكم قال لي الا تمشي معنا قلت له ما بمشي معكم قال لي اذا ما قدرت تمشي معنا نحن بنسوق بالقوه مسكوني انا كنت لابس الشنطه فقمت ضربتهم ضربت الواحد في وجهه لما ضربت الثاني قام فكاني توالي فالعسكري اللي كان قاعد في الباب هنا ما قدر يسالهم اضطر انه يقف بالجانب فانا شلت حجر دار اضربهم قام رجعوا ورا اول ما رجعوا في الخلف انا شلت شنطتي دار امي مسكوني جر شنطه اتقطعت يعني وبعد ذاك اثناء طبعا لما وقفونا البدايه فتشوني شالوا القروش اللي معي وشالوا بقول شنو شالوا البطاقاتي واوراقي كلها شالوها واول ما عرفوا انه انا شو تايم طوالي بدوا بانه شنو بدا بانه يشيلوا بقول شنو اوراقي فانا ما عندي حل غير انه هسه انا فتحت لايف لكن صورت العربيه اللي كان شالوا فيه والحاجات حقي اللي هو فيها في كل حاجاتي انا حاليا قاعد في السفر انا قاعد في السفر ومشغل لايف فلو جو انا بسويهم حتى الشاب ذات واحد من الشباب اللي كان شاهد ايان هو ذاته كان شاهد وقاعد هنا لما ناس الجهاز جو يدخلوني الشاب ده كان من الناس اللي كان قاعد حاضر وعارف الله يستاهل ما صح شفتهم شكله ذو ثوري ذاته اوكي تمام هسه حاليا انا قاعد في شهر 15 ما قالوا شيء اللي كنت شايلها ما عدا الشنطه اللي ضربتهم بس اوكي بعدين لما ضربتهم دخلوا معي يعني تخيل هم اكثر من 7 نفر دخلوا لحد دي الحته دي دخلوا لحد دي الحته دي جوا السفاره الاثيوبيه لحد دي الحته دي دخلوا لحد دي الحته دي بعد ذاك انا لما مشيت جوا اكثر اضطروا شنو انهم يرجعوا بس يا ريت لو كان في زمان انه انا كان اصورهم من قريب واصور وجوههم زادوا خلاص تمام يلا هيا اروح نرد لك شنو يا زول انا ناسي ناس الجهاز هجموني في بوابة السفارة في هنا في شهر 15 اضطريت الا غشيت السفارة الاثيوبية انا في السفارة الاثيوبية شغال لايف غفات لايف في الحرة السودانية لكن انا اتضربت معاهم اتضربت معاهم قلت لهم ما بمشي قلت له لا دار تضربني اضرب شايلين طبنجات على سنهم هم بيهددوني شالوا مني يا عين والله يا فتشوني بس اول ما قال لي انت منو بتاخدك ما بتاخدك بس بدأ طوالي التفتيش شالوا الحاجات اللي جايبين القروش اللي معاي دار يشيلوا الشنطه بس انا قلت لهم انتم مجانين ولا شنو انتم منو قال لي احنا جهاز امني قلت له جهاز امني منو يا زول اديني بتاخدك طلع لي بتاخدك كده ما اعرف ذاته فيها شنو قال لي انا بتاع جهاز امني قلت له ما بمشي معك ولا اخذ ما بمشي معك بمشي معك قام شنو مسكني قال حيجرني بالقوه ضربت مع الاول ضربت مع الثاني فكاني دار اشيل الشنطه مسك الشنطه دار يجر ضربت مع الاول ما فك الشنطه اضطر شنو يشيل السيبيا ويشيل بقيت انا قدام السفاره انا قاعد قدام السفاره لا طبعا اول ما شالوا انا فتحت اللايف قلت لهم انتم بالمناسبه في لايف امام السفاره الاثيوبيه طوالي قاموا جروا مشوا انتم بوكسي انا لقيتهم وصورت البوكسي وصورت انا في الجهاز بعد ما اللايف تنتهي الناس راجعين قلت رقم اللوحه عربيتين كان ما هون ده اخذ لو قدرت اطلع انت قاعد شنو؟ هسه هم موقفين كم بكاسي موقفين بين شمال ويمين شهر 15 وقال لك الراجل تطلع شباب اتمنى انه ناس يشاهدوا اللايف
يحملوا اللايف ده ويعرفوا لو هات البوكس اللي انا قبل صورته واديكم رقمه. والعربيه الثانيه جات نزلت بيت وبرده رفعوا فيه جزء من الحاجات. هاي ده زود شاهد ايانا مشاهدين كلام ده حصل ما حصل ده ده زود شاهد ايام من الناس اللي كانوا دور قدام السفاره وفي كم نفرين والعسكري اللي هسه قاعدين ده القائد هنا ده شاهد ايان صار ما صار كلام ده صار ما صار. انت ما تخاف ما بتقول الحقيقه انت خايف بيعمل لك شنو؟ خلاص ما مشكله تعال قول لنا فاتك هنا بس يا شباب ده واحد. انت بتخاف منهم جهاز عني شنو؟ هاي هاي السفارة ما تقول الحقيقة هسه أنا ما قدامك ضربوني ما مفترض على الأقل تقول الحقيقة كلامنا صح ولا ما صح؟ والله إنما أنا واحد من الشباب في حد اللحظة كان أسلوب فكري من التحديد أنا بلا وصل لإيران كان ويكسر وبطاقاته وشكله أنا في السفارة الأثيوبية شهر 15 ولا عندي وش أنت بمقطع قاعد هنا في الفرق هذا هو أوكي تمام هاي قاعدين برانا صورت البوكسي وصورتهم هم ذاتهم لما كانوا ماشيين وحتى رغم لو انا قلت صورتهم لايف لكن ما مستهدر فهسه لان هم قادر يتوزعوا في مجموعه مشت على اتجاه ترمبه النيل بس هذا الايسر ل ل ل ل ل ل ل ل ل بقول شنو هو السفاره الاثيوبيه ومجموعه ثانيه مشت بالناحيه الايمن من البوابه اللي بفتح في الشارع الرئيسي ده تمام يا شباب العسكري البوليس قاعد هنا هو بيشيف وهو بيعتدي علي وما قدر يفتح خشمه يتكلم معهم في المحل ده انا بتدارب معهم وهو ما قدر يفتح خشمه يقول لهم انتوا مالكم ولا مالكم مع الزول ولا حتى سالهم ذاته يا زعمني بتاع شنو قايل لهم ما يزال بيتا غلو شباب يا اخي باختصار شديد انا في السفاره الاثيوبيه جا اخوات من ناس الجهاز هجموا علي وشبكوني لقى انت منو ما انت منو بدوا طوالي تفتيش شال القروش اللي في جيبي كله وما قال له اي شيء من الحاجات الماي ده واحد من الناس الشاهد ايان دي شنطة كويس ده واحد من الشهود بتاعت الايان اللي كان قاعد بيشوف فيه مو ده مستغرب الزول اللي بيضربوه ولا شنو كويس اخبارك شنو كيف الصحه تمام الحمد لله فده واحد من الشباب اللي كان هدور وده واحد من الشباب اللي كانوا مستغربين والزول اللي هو بيتدى علي من غير اي سبب درب وقال لي ارفعوني بالقوه ولما ما قدروا السيبي بتاعت التزوير بتاعي شالوها قروش المعاي عندي جواز بتاع غادي حاجات كلها لموا شالوها قاموا جارين لما انا دخلت السفاره دخلوا لحد السفاره شفتها حتى دخلوا جوا السفاره ما بعد الحدود جوا بعد ذاك لما انا سويت معهم رفضت امشي معهم اضطروا اني ارجع قلت لهم انت جوا السفاره يا اثيوبيا هسه علينا نتغرقوا ما اشوف دقيقة. لا مشكلة انا بس مصور دقيقة تصور في شنو؟ ده لايف بخصنا انا بخصنا انا ما اعتقد ما مشكلة خلاص اللايف ده بخصنا انا مرحبا ازيك يا شباب اخبار منك ده مجموعة من الشباب وصلوا هسه هنا اي دي انا ما تصور بتر السفاره ولا تصور اوكي خلاص انا وقفت اسمع اوكي خلاص هي حل ولا ما عندك ما في حاجه دايما تسود بدي ما لنا قبل
يا شباب هيا يا جنون هيا حطموا هذه الطيور.